واحد بيقول أين نحن من حياة الشركة التي كانت أيام الرسل، ولماذا لا تطبق قداستك كما هو الحال في الأديرة؟ حياة الشركة اللي كانت أيام الرسل كان كل اللي عنده مال يأتي به ويضع تحت أقدام الرسل، وهم يضعوا يعطوا كل واحد كما يكون له احتياج. أنا لا أملك تطبيق هذا الأمر، ما أقدرش أقول بالأمر كل اللي عنده أموال يبيعها ويأتي بأسمنها ويضعها تحت أقدام الكهنوت، ما أقدرش، لا أملك هذا الأمر. فأرجو من صاحب السؤال أنه ما يطلبش مني حاجة فوق قدرتي. وبعدين بيقول هل يعيش إنسان على الأرض 70 عام وربما أكثر أو أقل؟ هل تساوي حياة أبدية لا عدد لها في الجحيم أو النعيم؟ هي تجربة، عدد الأيام اللي على الأرض مجرد تجربة، مجرد اختبار، فإذا نجح في الاختبار يروح الحياة الأبدية التي لا إحصاء لأيامها. والاختبار ممكن يكون حتى بكلمة واحدة، ربنا اختبر آدم بكلمة، بوصية واحدة.